قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا يقف رجل على أرض المحشر بين يدي الله سبحانه وتعالى ولم يعص الله أو يهم بمعصية. كل ابن آدم خطاء. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا عرفنا أن الله لا تضره معصيتنا هذا يجعلنا أن نقبل عليه بالتوبة. يقول الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بمعنى كيف تقابل الكريم جل وعلا بقبائح الأعمال بعد كل هذه النعم؟ فلا بد أن تكون صادق مع الله، فالطريق إلى الله بابه الصدق. مهما كانت معصيتك لله كن صادقا مع الله في توبتك. فإذا وقفت بين يدي الله للصلاة تذكر ذنوبك وتذكر ستر الله عليك. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم.